نروح لخبرنا اللي بعد كده، وهو متعلق ب كان تصريح لمصدر قضائي بخصوص تشكيل جهاز الكسب غير المشروع للجنة فنية لفحص الملفات اللي تم إرسالها من الأمانة العامة لمجلس النواب، وكان في عدد من السيديهات تضمنت العديد من الوثائق والمستندات متعلقة بملف فساد منظومة القمح واللي تحصلت عليه لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بخصوص هذا الملف خلال عملها. طبعا الأمانة العامة مجلس النواب كانت أرسلت أصلا يوم الأحد اللي فات سيدي كان في عدد من الوثائق، احنا عارفين عدد الوثائق مستندات كبير في هذا الشأن، وحصل يعني كان حصل عليه أعضاء اللجنة خلال يعني جولاتهم، وبتثبت عمليات التلاعب والفساد في توريد القمح. أيضا فيها آلاف المستندات في هذه الوثائق، فيها مستندات بتكشف دفع بعض رؤساء الشركات أموال لموظفين صغار وكبار في عدد من الوزارات والهيئات المرتبطة، ارتباط وثيق بمنظومة القمح فيما يعرف بالطحن الوهمي، خبز وهمي. كان في كمان تسوية ورقية للعجز في كميات القمح، كان فيها كمان مستندات متعلقة ب يعني شهادات بتوثق ده من قبل يعني الناس اللي هم تعاملوا معاهم. احنا عارفين انه مرة واحدة بقى بس لقوا 700,000 جنيه إكرامية، برضو صرفوا تحت بند إكرامية لبعض العاملين في الدولة. الأسبوع الجاري سيتم الاستماع لأقوال أعضاء لجنة تقاصي الحقائق على مدار يومين حول هذا التقرير، وعشان كمان يعني يتم اتخاذ اللازم من قبل هذه الجهات.